مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. اليوم كلام الانتفاضة ضد التسويف اللي تقوم به الحكومات المتعاقبة علينا تو 9 سنين من الثورة ونحن نفس الوضع ما تغير منا شيء ما تبدل منا شيء. صحيح جيتنا زيارة سي قيس سعيد، نحن رانا ما نجي ضد زيارة قيس سعيد، نحن راه مرحبا به، لكن يجي يشوف الواقع الصحيح، يجي يشوف حقيقتنا ونحن غاضبين، ما نجيش نحضروا ليه غناء وزغاريت Thank you.